اخبارا هناك ايضا غربلة في نهاية مرحلة الذهاب والميركاتو الجديد والاستغناء على بعض اللاعبين منهم بعض الاجانب وانتداب لاعبين اخرين حسب حاجية الفريق. التوزيعة وإيشيكا ديارا ومحمد عبد الله السوداني، محمد عبد الله السوداني امامكم، محمد عبد الله السوداني يتمكن من تسجيل الهدف الاول للملعب التونسي من توزيعة دقيقة. تجاوزت إيشيكا ديارا والمباغتة من جانب محمد عبد الله السوداني قلب الهجوم وعودة للملعب التونسي في هذا اللقاء. قلت القناص نشوفوا التوزيعة الأخيرة، محمد عبد الله السوداني وضعية قلب هجوم بالتصويبة الرأسية من توزيعة من محمد بن علي، ومحمد عبد الله السوداني يستغل الكرة الأخيرة ونقطة ضعف في محور دفاع الترجي، ومرت الكرة أمام إيشيكا ديارا والتصويبة الرأسية الناجحة للاعب المنتخب الموريتاني معطى آخر في هذه المباراة. عودة الملعب